للحديث أكثر ينضم إلينا من جدة مراسل إخبارية سهل الغانمي. أهلا بك سهل ومساء الخير، كيف تبدو هذه الرحلة الفاخرة على متن سفينة الكروز أو رحلات الكروز؟ مساء الخير محمد، تحية لك ولمشاهدي الإخبارية. بالفعل بعد قليل تنطلق رحلة كروز لشركة SMC العالمية، هذه الشركة المشغلة لهذه السفينة العملاقة، وهي السفينة الأكبر والأحدث والأفخم على مستوى العالم. هذه السفينة تستوعب أكثر من ما يقارب 4500 راكب، وأيضا فيها أكثر من ثلاثة مسابح وأندية رياضية وقرية مائية ومدينة ألعاب متكاملة، وأيضا هنالك العديد من المسارح التي تحتضنها هذه السفينة. سفينة كروز فيها العديد من الفعاليات التي تحتضنها. اليوم نحن نتواجد في هذه السفينة والتي ستنطلق بعد قليل في تمام الساعة تقريبا 11 بتوقيت جدة، في رحلتها التي تستغرق 4 أيام باتجاه مدينة العقبة في الأردن في جولتها لمدة 4 ليالي. نعم، كيف تبدو تطبيق الإجراءات الاحترازية سهل في هذه السفينة وعلى لا سيما على الركاب القادمين إليها من داخل المملكة؟ بالفعل الإجراءات الاحترازية مطبقة بحذافيرها قبل الدخول إلى سفينة كروز، يتحتم على القادمين إليها بعمل فحص PCR قبل موعد الدخول إلى السفينة بأقل من 24 ساعة، يتم الفحص أيضا عند الدخول وإبراز تطبيق توكلنا. الجميع هنا القائمين في هذه السفينة يلزمون من هم على متن هذه السفينة بارتداء الكمامة طيلة أوقات تواجدهم في هذه السفينة. شكرا جزيلا لك سهل الغانمي، كنت معنا من جدة.